هذه لحظات الحفل الكريم تمت انطلاقة الشوطة. السادسة في المجموعة حضر الشوطة فئة الثنائب كارو فئة الحيلي. الحفل الكريم انطلاقة مميزة مع هذه الأسماء شعارات في أول المراكز. أراد الشهري السيد حمد المري في أول مراكزنا، والثاني المراكز هذه مختار السيد عبيد بن سعيد بن رشدان مع مختار في ثاني المراكز، وثالث المراكز الغدوة الحفل الكريم مع الدوحة للسيد عابي السالم المجازف مع الدوحة في ثالث المراكز، ورابع المراكز الغدوم الحفل الكريم هذه شاء الباس للسيد راكان ابو شريده مع الباس في ثالث رابع المراكز، وخامس المراكز الغدوم مع الباس للسيد راكان ابو شريده في خامس المراكز كما تشاهدون مع هذه الانطلاق الحفل الكريم. ولكن نروح مع اللي في اول المراكز كما تشاهدون مع هذه الانطلاق في اول المراكز. أرى في هذه اللحظات هذه الدوحة للسيد عابي السالم المجازف في ثاني المراكز، والثالثة أول المراكز من الجانب الأيمن. أرى الحفل الكريم هذه الشاهينية للسيد حمد المري مع الشاهينية في أول المراكز، هذه الشاهينية للسيد حمد المري، والثاني المراكز هذه الدوحة للسيد عابي السالم المجازف في ثاني المراكز، والثالثة المراكز الغضون في هذه اللحظات. وصلت في هذه اللحظة شعر أبو شريدة، وصلت الشاهينية راكان أبو شريدة واصل مع الشاهينية في ثالث المراكز، رابعة المراكز الغدو من الجانب الأيمن هذه الشاهينية كذلك لسيد راكان أبو شريدة. الحفل الكريم أرى الوصول كذلك هذه الواصلة مختارة للسيد عبيد بن سعيد بن رشدان واصل مع مختاري الحفل الكريم مباشرة إلى خامس المراكز. لكن نروح مع اللي في أول المراكز كما تشاهدون مع هذه الانطلاق الحفل الكريم هذه الدوحة يدعو ملكية الدوحة للسيد عابي السالم المجد في اول المراكز مع الدوحة، والدوحة مع المركز الاول عابي السالم المجازف في اول المراكز الحفل الكريم، وثاني المراكز وسط هذه الشاهينيه للسيد حمد المري مع الشاهينيه في ثاني المراكز، والثالثه المراكز الغضون حفلنا الكريم الباص للسيد راخان ابو شريده مع الباص وسط في ثالث المراكز، رابعه المراكز هذه جباره محمد بن ناصر بن صالح واصل مع جباره مباشره الحفل الكريم الى رابع المراكز، وخامسه مراكز الغدون في هذه اللحظات الباصة راكان ابو شريده. ولكن نروح مع اللي في اول المراكز، نروح مع اللي مسيطره في هذه اللحظات والانطلاق حفله كريم هذه الدوحه للسيد عابي السالم المجازف مع الدوحه في اول المراكز، انطلاقه مميزه مع الدوحه هذه الدوحه حفله كريم للسيد عابي السالم المجازف في اول المراكز، وثاني المراكز الشاهينين السيد حمد المري، وثالثه المراكز الغدون مع الباص للسيد راكان ابو شريده واصل حفظنا كريم مباشره الى ثاني المراكز، رابع المراكز الغدوم مع شي جباره محمد بن ناصر بن صالح. ولكن اللي في اول المراكز هذه الدوحه عابي السالم المجازف في اول المراكز مع الدوحه، والدوحه مع المركز الاول عابي السالم المجازف مع الدوحه مع هذه الانطلاقه المميزه الدوحه للسيد عابي السالم المجازف، وثاني المراكز الشاهيني لسيد حمد المري مع الشاهيني في ثاني المراكز، ثالث المراكز ابو شريده واصل راكان ابو شريده مع واصل مع الشاهينيه، ولكن عابي السالم المجازف الدوحه في اول المراكز مع هذه الانطلاقه المميزه هذه الدوحه الحفله الكريمه، عابي السالم المجازف في اول المراكز مع هذه الانطلاقه المميزه والاداء الرائع الحفله الكريمه هذه الدوحه كما تشاهدونها في اول المراكز، عابي السالم المجازف حمد المري واصل مع الشاهينيه في ثاني المراكز، راكان ابو شريده واصل كذلك الحفل الكريم في ثالثه المراكز، ولكن الدوحه في اول المراكز هذه الشاهينيه لنا خان ابو شريده السلات مباشره الى اول المراكز، ثاني المراكز الشاهينيه كذلك الحفل الكريم راكان ابو شريده من الجانب الايمن حمد المري، ولكن هذه الشاهينيه لسيد راكان ابو شريده في اول المراكز انتزعت المركز الاول الشاهينيه، تهانينا والناموس لسيد راكان ابو شريده على فوز الشاهينيه بالمركز الاول، ثاني المراكز الشاهينيه الحفل الكريم لسيد راكان ابو شريده وصلت في ثاني
المراكز وثالث المراكز وصلت الحفلة الكريمة الدوحة للسيد حمد المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4:55 84 جزء من الثمانية، تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.